السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Gaming. في هذا الفيديو راح نتحدث عن لعبة Elden Ring، تطوير شركة From Software وفريق الناشر Bandai Namco. بعد الإعلان عن اللعبة تم العديد بهذا العنوان الجديد، بسبب هو العنوان الأكبر لفريق تطوير From Software في تاريخه حتى الآن. وأيضا العالم خاص باللعبة يأتي من المؤلف العالمي جورج مارتن الشهير بتأليف مسلسل صراع العروش، كذلك العروض الدعائية التي تم نشرها للعبة كانت محمسة جدا. بعد ذلك لم يتم الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول اللعبة المرتقبة، ولكن في الآونة الأخيرة تسربت معلومات هامة جدا حول اللعب، ولكن تظل هذه المعلومات مجرد إشاعات لم يتم تأكيدها حتى الآن. في هذا الفيديو سنتحدث عن المعلومات التي تم تداولها حول اللعبة في الآونة الأخيرة والتي تحمل كثير من المعلومات، ولكن قبل البدء نؤكد أن هذه المعلومات مجرد إشاعات لا نستطيع قول مدى صحتها. طيب يا جماعة الخير، ما بيطول عليكم، خلونا نبدأ بأهم تسريبات اللعبة. عالم ممالك اللعبة. حسب الشائعات فإن لعبة Elden Ring ستضم 8 ممالك كبيرة جدا، وكل مملكة من الممالك تحتوي على مجموعة من معارك الزعماء بإضافة إلى زعيم رئيسي. كل مملكة لها طابع خاص بها وزعماء خاصين بها وشكل تصميم معين. من المفترض أن يكون عالم Elden Ring أكبر بكثير من عالم آخر قام به شركة From Software بتطويره من قبل، وأكبر حتى من ألعاب Sekiro وDark Souls وBloodborne. بين كل مملكة أخرى توجد منطقة كبيرة تعرف باسم الحقل، وهذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي يمكن للشخص ركوب حيوان فيها. وحسب الشائعات فإن هذه المنطقة ستحتوي على العديد من العناصر القابلة لاستكشاف كل الأحجيات والزعماء الفرعيين. وعلى حسب الشائعات فإن اللعبة ستضم عدد كبير من الحيوانات التي يمكن استخدامها في منطقة الحقل، مثل الذئاب والدبب والنمور والمزيد من الحيوانات المميزة من تصميم فريق تطوير From Software. طريقة إنشاء الشخصية. لعبة Elden Ring تنتمي لفئة ألعاب أكشن والغموض، من المفترض أن يستطيع اللاعب تكوين شخصية خاصة به. وحسب التسريبات الأخيرة فإن كل لاعب سيحدد شخصيته الموجودة في اللعبة. على هذا الخيارات سيتم إرسال شخصية إلى مملكة من الممالك المختلفة الموجودة داخل اللعبة. التقدم في اللعبة سيكون مشابه في لعبة Dark Souls، حيث يستطيع اللاعب ارتقاء بمستوى الشخصية عن طريق تجميع أدوات معينة من الأعداء. كذلك كل شخصية لها مهارات خاصة بها، وبمقدار الحصول على هذه المهارات عن طريق قتل الزعماء. حسب التسريبات فإن اللعبة ستضم مجموعة من شخصيات الـ NPCs والتي ستساعد على استمرار محتوى القصة الخاصة باللعبة، وعلى حسب التعامل الخاص بك مع هذه الشخصيات والتي لها أثر كبير في مسار قصة اللعبة. فمن المفترض أن تمتلك لعبة Elden Ring 5 نهايات مختلفة تختلف باختلاف تعاملك مع شخصيات الـ NPCs. معلومات حول لعبة Elden Ring. حتى الآن لم يتم إعلان عن موعد إصدار اللعبة بشكل رسمي، ولكن من المفترض أن يتم إصدار اللعبة على منصات الحاسب الشخصي وإكس بوكس 1 وبلايستيشن 4، ولذلك من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة في هذا العام أو بداية عام 2021، خصوصا أن اللعبة يتم تطويرها منذ بداية عام 2017، وحتى الآن لم يتم التصريح إذا كانت اللعبة ستصدر على جيل جديد أم لا. كانت هذه جميع التسريبات متداولة في الفترة الأخيرة حول عنوان Elden Ring، ولكن يجب أقول لكم مرة أخرى أن هذه التسريبات ليست معلومات مؤكدة عند الكشف اللعبة بشكل نهائي. طيب يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، اكتبوا لي في التعليقات هل انتم متحمسين لهذه اللعبة. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، وانتقانا في فيديو قادم. سلام.